قولي لنا يا ندى، موضوع الكوره ابتدى معاكي من امتى؟ بتتدربي بقالك قد ايه؟ بتدرب بقالي مثلا 7 سنين. ايه اللي خلاكي تحبي الكوره؟ يعني ايه يعني برضو ان بنت تلعب كوره دي حاجه مش متعارف عليها قوي، ايه بقى الحاجه اللي جواكي خليتك انا عايزه العب كوره؟ انا جربت كل الرياضات، يعني جربت مثلا باليه، سكواش، تنس، كل حاجه، وبعدين بس حبيت الكوره اكتر حاجه فيهم فحبيت ان انا العبها. جربت حاجات كتيره قوي، جربت حوالي 5 رياضات تانية ومفيش حاجه شدتني او عجبتني او اتبسطت فيها زي الكوره. العيله عندك يعني كان ايه استقبال الموضوع ان انت عايزه تلعبي كره قدم؟ انت عارفه ان حاجه مش كومن قوي ان بنت تلعب كوره. انا بابايا بيحب الكوره جدا فكان دايما بيشجعني يعني ان انا العب. انا اصلا كنت طول عمري عايزه العب كوره، بابايا ما كانش راضي. قعدت طبعا مش عارفه ازين، وقعدت ازين على مامتي وقعدت اقول انا عايزه العب لحد ما هي بقت بصراحه بتسبورتني قوي في الموضوع. هي اللي كانت بتيجي معايا وكانت بتساعدني في الاول خالص. يعني ماما كانت مستغربه، بس بعدين لا بقوا يشجعوني قوي وبقوا يحبوا الموضوع جدا. التوتر وانت نازله مباراه كبيره بتمثلي فيها منتخب مصر وان شاء الله عندكم التصفيات قريب، بتتعاملي مع ده ازاي؟ اول حاجه في دماغي ان انا لازم نازلين عشان نكسب مش عشان اي حاجه تانية، ولازم اركز بس ان انا اكسب، ماليش دعوه بالجمهور وكل الحاجات التانيه. بتشوفي ازاي التعليقات بتاعت الناس اللي تقول لك بنات وبتلعب كوره، بنات وبتفهم في كوره، لا ده انتوا مكانكم المطبخ، لا ده انتوا تروحوا تخيطوا وتعملوا فساتين، بتشوفي التعليقات دي ازاي؟ انا بصراحه بحاول ما اخليش الحاجات دي تضايقني او حاجه، لان انا في الاول في الاخر انا عارفه انا بعمل ايه وانا عارفه مستقبلي، فهم مش هم اللي هيقرروا لي مستقبلي عشان هم فاكرين الولاد هي بس اللي بتلعب كوره. انا طبعا في الاول كنت بتضايق، مش فاهمين المجهود اللي بنحطه، مش فاهمين اللي احنا بنعمله، ف بناخد يعني بتعلم ازاي تاخدي الناس دي على قد عقلهم، عشان دي فعلا الناس مش فاهمه اصلا اي حاجه، بس يعني بيشوفوا الناس بيقولوا ايه وبيقولوا زيهم. هو دايما في المدرسه مثلا في بي اي مثلا كان الولاد تبقى تلعب كوره وانا ببقى عايزه العب معاهم، بعد كده البي اي تيتشر يقول لي لا روحي العبي مع البنات في حته تانية، اقول لهم لا انا عايزه العب كوره عادي يعني. طب قولي لي انت بقالك قد ايه في المنتخب؟ لا دي اول سنه ليا اكون في فرقه. اول سنه، طب واحساسك ايه وانت رايحه كده تجربه جديده وشايله اسم المنتخب؟ برضو التجربه مش سهله يعني. هو اكيد ليها الريسبونسابيلتي بتاعتها، بس يعني انا حاسه ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه وان احنا قدها يعني. طبعا يعني فخوره ان انا في منتخب وبريزنت مصر يعني، ويعني مبسوطه من الاكسبيرينس، ويعني خايفه برضو بس مبسوطه. طب احكي لنا بقى مشوار المنتخب هيكمل ازاي؟ احنا مش عارفين التصفيات، انتوا هتلعبوا مع مين؟ المشوار هيكمل ازاي؟ احكي لنا كده. احنا عندنا يوم الجمعه ده اول ماتش، عندنا ذهاب وعوده، الاول هنا في ضد غينيا بيساو، هنلعب دي تصفيات كاس العالم تحت 17، هنلعب هنا بعدين ماتش هناك يوم 19 ان شاء الله نتصعد، وهنلعب هنتأهل ونلعب نيجيريا، بعدين بعد ما ان شاء الله بعد ماتش نيجيريا هنشوف ان شاء الله نكسب ونشوف بقى نبقى نلعب مين، واللي هي اصلا الكاس العالم في الهند ان شاء الله. بتشجعي نادي ايه؟ الاهلي، ليفربول. بشجع في مصر بشجع الاهلي، وبره بشجع ريال مدريد. جدي محلل اسمه كابتن علاء مدكور، هو محلل في دبي سبورتس، هو اهلاوي وانا زملكاويه، ففي الماتشات الكبيره بنروح نتفرج مع بعض وكده. كان ماتش اللي هو نهائي افريقيا اللي هم لما اهلي كسب 2-1، ويعني في الاول احنا كنا هم كانوا جابوا الجون الاول، بعدين احنا شيكابالا جاب جون، فانا بقى فرحت وكده وقلت خلاص هنكسب وبنلعب احسن، قاعده خلاص بعيط يعني. قولي لي حلم الاحتراف قريب ولا بعيد؟ لا قريب ان شاء الله. انا طبعا بابايا مش عايز اسافر عايز نقعد جنبه في البيت، بس هو بالنسبه لي ما كنتش انا عارف البيت دي حاجه صعبه، بس انا هسافر، انا قلت له انا هسافر. عايزه اروح برشلونه او باريس سان جيرمان. طب شفتي ازاي تجربه ان او ويست بتدعمكم؟ يعني مش احنا لسه برضو مش متعارف قوي ان البنات تلعب كوره، ولقينا ان او ويست في ظهركم هم اللي بيدعموكم يعني. لا شايفه طبعا ان دي حاجه كويسه قوي، ان حاجه كبيره زي او ويست تبقى بتدعمنا وتشجعنا. دي باين قد ايه ان الفرقه يعني مش قليلة، ان الفرقة كبيرة وان الفرقة فعلا في حد بيسبورت او بيشجعنا ان احنا نبقى احسن. وطبعا موضوعنا مهم جدا، الموضوع ده بينشر الحوار لبس حتى مش ناس بتتفرج على كورة بس، الموضوع ده بيبين للناس اللي في يعني حاجات كبيرة زي او ويست بتسبونسر فرق نسائية، فدي بت 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 بتحط سبوت لايت اكتر على الفرقة وبتنشر الموضوع وبتسمع الناس ان في فرقة كويسة بروفيشنال بتلعب درجة أولى هنا في مصر، بتنافس في الدوري، وفي كذا يعني في دوري منافس في مصر، وفي منتخبات، وفي كل حاجة، فده بينشر الموضوع أكتر وبيساعدنا وبيدينا حاجات اللي احنا محتاجينها عشان نعمل كويس.